السلام عليكم يا جماعة ويلكم جايز، مرحبا بكم جميعا. بس النهاردة مهم جدا جدا جدا، أستاذ فادي الراعي كان اتعامل معايا وخد مني طبلة وكان عايز يعرف استفسار عن حاجة أنا قلتها في البث اللي فات. إيه هي أنواع قالب الطبلة؟ أنواع قالب الطبلة، مقاساتهم، أشكالهم، إيه الفرق بين القالب وبين القالب، وكم مصنع للطبلة، وهل هو مصانع كتير ولا الطبلة ليها مواصفات كتير؟ أنا قلت الطبلة ليها كذا قالب، يعني كذا شكل، والقالب ده كل مصنع وليه قالب. هنتعرف دلوقتي على أهم قالب اللي أنا بتعامل معاه. بالنسبة لل 23 هو في منه 1 2 3 4 أنواع. هنبدأ بأول واحد اللي هو أصلا الستاندر الطبيعي. يا أستاذ فادي دي العادية، يا أستاذ فادي الراعي دي العادية، هي دي الخرطة بتاعتها، تمام؟ اهي بالنسبة لمقاس ده يبقى تقريبا هنقيس هنلاقيه 3.5، بيبقى 3.5 سم. انا لما بقيسه من هنا، من هنا من حرفه القيمة دي بالظبط كده تبقى 3.5. هو مش اعرض من كده، ده بيبقى 3.5، ده الطبيعي، ده الستاندر، ده اللي كله شغال بيه، تمام؟ اهي شكلها العادي وشكلها الطبيعي اهي، تمام؟ دي العادية، دي العادية والمظبوطة من هنا 3.5. في حد تاني بيقول لي لا، دي البومبي ده في غيره. ده كان موجود قديم، هوريهولك لان هو اصلا دلوقتي يعتبر موجود في البراغي المخفية. اهي فرق شاسع، ده اللي انت بتتكلم عليه يا استاذ فادي، ان معايا الطبلة السوداء، الطبلة السوداء ده مسطح مش مدور قوي، وبعدين بينزل على دوره، تمام؟ دي موجودة في البراغي المخفية. طبعا موجود منها برضو البراغي العادية بس بتبقى بالطلب، مش هتلاقيها لان خلاص المخرطة بقت بتخرط التاني القديم ده. وادي الفرق واضح قدام حضراتكم. طبعا الاثنين دول مصنع واحد اللي انا اصلا بتعامل معاه، والاثنين 23، دي براغي مخفية ودي براغي عادية. ولو حد عايز يتعرف على البراغي المخفية تاني وما يعرفهاش يقول لي واكتب لي كومنت وانا ايه تحت امر. طبعا مرحبا بكم كلكم يا جماعة، بس انا ما تعودتش ان انا هقرا واشوف مين دخل، مع اني انا بقول السلام عليكم على الكل. انا مش من عادتي ان انا عايز اتابع اللي بيكتب، لا انا عايزكم انتوا بتركزوا معايا وانا تحت امركم. فكده احنا اتكلمنا في اول واحده. يا استاذ فادي اللي حضرتك بقى عايزها اهي. طبعا انا مش باخد مقاس الطبله كله، لا الصحن، الصحن ده او الطبق ده بيبقى بالظبط 3 سم، يبقى انا في نص سنتي من هنا ونص سنتي من هنا، يبقى الطبله قلت سنتي بالظبط، ودي 8 براغي زي ما قلت لك ان هي عندي. وهنعرف الفرق لو وقفت الاثنين فوق. اكيد واضح كده قدام حضراتكم. فحد هيقول دي اصغر من دي، لا هي عشان البعد بس دي ودي، دي اكبر دي اصغر، الارتفاع واحد والوزن واحد. وهنتاكد طبعا من العرض الكلي اللي من الخارج، ايوه المتر اهو، هقيسها كده من الخارج، تعمل معايا بالظبط 30 سم. المتصغره يا استاذ فادي، وانا طبعا الفيديو ده كله
عشان فادي سألني وقال لي هو في كذا الف، فبقول له اه في كذا الف. طبعا انا مش عايز اقول لكم يا جماعه ان الفيديو ده برده مهم كمعلومات مش اكتر. ده 28 ونص يبقى فيه سنتي ونص زي ما قلت لحضرتك، فدي المتصغره. في اصغر منها بس برده 23 اهي. دي بقى اخت الزرقاء اللي معاك يا فادي، هي دي اللي معاك 6 مسمار اهي، هي زيها بس دي 6 مسمار، اللي معاك 8 مسمار. اللي معاك اخت دي، ودي الخرطه القديمه اللي هي المسطحه، اما دي مشطوفه برضو اسمها سايحه، احنا بنقول عليها سايحه. دي نفس الخرط ده. تمام يا جماعه، الاختلافات في القالب وفي الخرط والصغير والكبير للي معانا في الفيديو مش عارف هو الموضوع عباره عن ايه. الموضوع عباره عن كف ايده، هو متعود ان كف ايده بيطول الجلده بطريقه معينه وبحنكه معينه وبامكانيات معينه، ففي حد بيرفع ايديه، في حد بيحط ايديه، في حد ما بيرفعش ايده خالص وصوابعه بس اللي بتتحرك، وفي حد لازم يشيل ايده ويحطها، في حد لما بيجي يضرب التك بيضربها من على طرفها بيضربها، وفي حد بيضربها بعقله من الصباع، فكل واحد وامكانياته في العصر. فاللي بيحتاج المقاس ده صغير او كبير او البومبي ده بيبقى العامل كله على كف الايد وعلى التعود بتاع العزف نفسه. فاستاذ فادي هو عنده طريقه في العزف، مش عنده مشكله ولا حاجه، لا هو الاستاذ فادي عنده طريقه في العزف وتعود من يوم ما بدا يعزف او يتمرن، وهو ده يمكن قلته في اول بس، ان مقاس الطبله بيتناسب حسب ما انت اخترته، يعني حسب ما انت اصلا من البدايه اتعودت على ايه، مسكت ايه، بتحب ايه، ودنك اصلا وجسمك خدوا على ايه. فالفيديو ده مخصص ان انا اصلا ابقى عارف هي هم كلهم 23 زي ما انا قلت، وما فيهاش اي اختلاف في ده. الموضوع مش في المقاس، احنا النهارده بنتكلم في كذا قالب. طبعا انا كل ده بتكلم في مصنع واحد اللي انا بتعامل معاه، احنا لسه ما دخلتش في المصنع الثاني. المصنع الثاني مش بجداره، ده جداره ده انا هقولها لكم في كذا حاجه. اولا في المخرطه، ثانيا في نسب المعدن اللي بتتصب، المونيا ولا نحاس ولا حديد، في بيحط نسبه حديد ازيد من الالمونيا، في حد بيحط نسبه الالمونيا اعلى، فده فرق بين المصنع والمصنع. وطبعا هوضح لكم ده واوضح لكم ده، وهقول لك مين السيء ومين الرديء ومين الكويس جدا ومين الجيد. فالمهم ده المصنع اللي انا اصلا بتعامل معاه، طبعا ما اعتقدش ان انا هكون بتعامل مع مصنع رديء. فالمصنع ده بيخرط الصح. ده لو عايز يا استاذ فادي تعرف الفرق في الطبله، هي مش في الشكل، هتعرفه اول ما تمسك الصحن. الصحن من جوه يا جماعه بيبقى مخروط كده. انا كنت مخلي بس الصحن من الداخل اخليه في الاخر، عشان لما ادخلك في القالب والفارغ بتاع المصنع التاني هتعرف الفرق، وهنرجع همسك الاثنين مع بعض. بس خلينا دلوقتي في المصنع اللي انا بتعامل معاه. فهو ده المصنع اللي انا بتعامل معاه، وبتعامل معاه ليه؟ عشان الصحن بتاعه ده يا جماعه مليان، كله معدن، كله المونيا تقيل، ده ما يتكسرش، ده عمره ما يتكسر. فطبعا الصحن ده او الطبق ده من ربع المستحيلات ان هو يتكسر، وخامته فيه، والكرسي بتاع المسمار مش زي التاني اللي انا هقول لك عيوبه ومشكلته، وده اللي خلانا احنا خرجنا منه واتجهت انا للمصنع ده لان هو رقم واحد فيهم. تمام؟ وهبقول لكم لو حد عايز يعرف اسمه وحد عايز يتعامل معاه هو دايركت بعيد عني انا، مفيش اي مشكله، هو صاحبي وحبيبي واخويا وعلى راسي اي حد عايز يرزق بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يرزق الجميع. فده الصحن بتاع طبلتي من الداخل، حتى بص حضرتك الصحن بيبرق ما شاء الله عليه. النسبه دي مهمه. انا جديد في البث يا جماعه، ومعرفش اللي بيرن واللي بيدخل واللي بيخرج، فانا برضو برحب باي حد دخل جديد وما حضرش الموضوع من الاول، واللي عايز اي حاجه يكتب لي انا هقرا بس مش هرد على حد. النسبه دي يا جماعه بتاعت الصحن بتاعته هي دي اللي بعرف العب انا فيها واصغر المقاس. يرضي يا استاذ فادي، الكلام كله ليك واللي عايز استفاد. بص حضرتك القيمه دي يا فادي، وبص القيمه دي، ده خام اهو،
القيمه دي بتبقى 14 مللي يعني سنتي و4 مللي، بتبقى بالظبط اهي 14 مللي دي يعني سنتي ونص، بمعدل سنتي ونص، والسنتي ونص 15 مللي. انما دي رفيعه، في ارفع طبعا اللي هي الثالثه اللي انا هوريها لك يا فادي، تمام؟ فده بص حتى الصح يقدر يخرط ويقدر يغير في شكله براحته، فده من الخارج، انما من الداخل المقاس ده محدش بيلعب فيه، ده 23 زي ما احنا متفقين، والاثنين 23 بس دي متصغره. طبعا حد يسالني يقول لي طيب ما هي كده بتخف في الوزن، ايوه هو صاحبها عايزها كده. المهم خلينا في الموضوع بتاع الفرق بين المصنع والمصنع والقالب والقالب، فدول قالب ودي برضو قالب، اللي انا قلت عليك يا فادي اهي دلوقتي دي هتلاقيها اصغر بقى، انا مصغرها اكتر، دي مخليها 4 مللي، يعني انا شلت 10 مللي، شلت سنتي، السنتي والسنتي، فدي صغرت. دي انا يا فادي ما اقدرش اقللها اكتر من كده، لان ما اعتقدش ان هي هتكون اقل من كده. خلاص اي حاجه تانية انا كده هدخل على المسمار، كده هفرغ ال المسمار ده من هنا فهيبقى ضعيف، انا كده ما عملتلكش حاجه، انا كده ضريتك. طبعا كل ده انت ما تعرفوش، بس انا ليا نسب ونتناسب لازم اوصل لها، ما زودش عنها، تمام؟ فدي دي نقطه مهمه، ده بالنسبه لمصنع، تمام؟ دي واحد، اتنين اللي هي الستاندر، ودي الثالثه نفس المصنع، المصنع التاني. طبعا هو نفس المصنع، هو اللي بيعمل البرامج المخفيه، مفيش حد في العالم عمل في مصر عموما، خلينا في مصر مالناش دعوه باي حد تاني، في مصر مفيش حد بيعمل الفارق ده البرامج المخفيه دي غير نفس المصنع اللي انا بتعامل معاه. الفارق التاني ده بقى مهم عشان تعرف الفرق في بين الطبله والطبله. الطبله واقفه هنا، طبعا الطبله دي حاليا هو بقى يعملها 3 كيلو، 3 كيلو ونص ورقه ملهاش لازمه، طبعا مش دي قديمه، دي بتاعتي انا الشخصيه بقى لها بتاع 10 سنين معايا، فدي عامله حوالي بتاع 6 كيلو الطبله دي، ده الصحن بتاعه. ها معايا في البس ولا مفيش حد؟ انا شكلي بكلم نفسي، ما علينا، هو كده كده الفيديو ده هينزل فيما بعد. ادي الصحن، ده اسمه كرسي. هو ده اللي كنت بتكلم عليه، الصحن ده كده ضعيف، ده قابل للكسر، ده دايما كان بيتكسر من ربط المسمار، راس المسمار مع ربط، دايما من هنا بيتكسر، يا هنا بيتكسر يا هنا بيتكسر. ادي الفرق بين الصح والصح. ادي الصح والصح، هو ده اللي عرفك الفرق بين مصنع ومصنع، الصح. وانت بتفك الصح هتعرف فارق ده من اللي بيشتغل بيه بينه ولا من اللي ما بيشتغلش بيه بينه. طالما انا ما بشتغلش بيه اعرف النقره دي. اوعى تقول لي طب ما هو عندك ليه؟ ايوه عشان انا الطبله دي بتاعتي شخصيه وكانت بتاعت واحد صاحبي عزيز عليا فخدتها منه، انما المصنع ده انا ما بقتش اشتغل فيه. وما انصحكش ان انت تتعامل في الطبله، لو اشتريت طبله ولقيتها كده ما تاخدهاش. الصحن ده بيتكسر كتير جدا 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 جدا، وحاليا بقى اخف من كده وبقى بيتكسر وكابل للكسر، وبقت الطبله حوالي بتاع 3 كيلو 3 كيلو ونص. ادي مصنع اهو، طبعا ده ملوش علاقه خالص بالصوت وملوش علاقه بالمقاس، احنا كل ده بنتكلم في مصنع ومصنع، في فارغ وفي فارغ، في قالب وفي قالب، فده واحد. هو نفس المصنع، هو نفس المصنع. طبعا بالعلم بس وبالمناسبه ان المصنع اللي انا بتعامل معاه ال 23 كله نسبته واحده، 47 يعني 47، 48 يعني 48، فهو مخلي ال 23 عنده 48 سنتي. ال 48 سنتي ما بيزيدوش ولا نص ولا ملي ولا سنتي، فده ثابت. كوني بقى ان انا اكون مصنع واعمل طبله 23 بارتفاع، طبعا احنا ما قسناش دي زي مقاسات اللي انا خدتها في التوبه، 49 يعني دي ازيد من الثانيه سنتي. السنتي ملوش علاقه خالص بالصوت، بين الفرق يعني وهنا وهنا، لا هو الصوت خارج من الاطوال بس الصوت من هنا وهنا ملوش علاقه. المصنع ده صوت والمصنع ده صوت تاني،
الصوت اللي بيحب الصوت ده او اللي ميال للصوت ده دايما الطبال الشعبي، الطبال اللي ما يعرفش غير ام باللا ام باللا لا ام بال، اللي بيحب ده هيرتاح له قوي. الضم بتاعته ملهاش حدود، بتفضل رايحه كده وتديك ضم. هي مش وحشه كصوت، لا مش وحشه، انما الطبله رديئه، طبله وارد ان هي تتكسر، هي حاليا بتتكسر منه او من او من, أو من اي حد بيشتريها. فده فارق تمام، هو نفس المصنع. فمرجعنا ان ده ما غيرش في التون ده بقى، كل فتره بيغير في التون، وتغيير الاورنيك او الفارق، الاورنيك ده اللي بيتصب فيه الفارق، تغيير الاورنيك طبعا مكلف، وكونك ان انت بتغير الاورنيك اكتر من مره في السنه او في السنتين او على مدار عمرك، ده كده اكبر دليل ان انت طبلتك فيها عيب، بدليل ان انت عمال تغير. طب القديمه، طب ما القديمه كانت كويسه، لا انا عايزها تبقى احلى، لا هي ما بتبقاش احلى، انت كل ده عمال توفر في الالومنيوم وتعمل اورنيك عشان تقلل في وزنها، ادي المضمون تمام، قام عاملها اطول واوسع والديل واسع عشان يخلي الضم اكتر شعبيه. انا اسف بس ان الطبله دي هي ما كنتش عايز اظهرها في البث، الطبله دي بتاعت واحد صاحبي، انا برضو مش انا اللي جايبها، هو اللي جايبها، بس هو عشان عايز صدف ازرق مني انا، طبعا ما بعملش صدف ازرق، بس هو ايه عايزه مني انا اللي اعملها له، عشان كده انا بعملها له صدف ازرق. الطبله اطول من دي سنتي، وهو نفس المصنع، ودي عملها لمده 6 شهور وبعدين غير الاورنيكا. طب انا عايز مصنع اتعامل معاه انا كصانع، انا ماليش دعوه بالعازل، يعني انت رزقك ممكن تلاقي واحده من دي في السوق، وممكن بعد كده دي تروح تدور عليها ما تلاقيهاش. طب انت طلبتها مني انا بقى اروح اطلبها منه؟ ما خلاص هو بقى عملها بس 6 شهور وخلاص. تيجي بقى تطلب منه التقيله يقول لك لا خلاص انا كل اللي عندي خفيف، ده غلط، ده غلط. انت ما تعملش منتج وتنزله السوق من خلالي او من خلال نفسك ويجي يطلب مني، ما نعرفش ان نوفره انا وانت، ولا انت كمصنع ولا انا كصانع، فده عيب، ده غلط. مصنع ما شاء الله اللي انا بتعامل معاه من 5 سنين من 10 سنين هو الفارق، بالعكس بيطور يتقل ينظف يعدل، يعدل عشان ينتج، يعدل عشان يخلي الطبله بدل ما بتاخد معاه 3 ساعات لا هتاخد نص ساعه، وبدل ما بعمل طبله هعمل 100,000 طبله. ده انا عايز اتعامل مع ده، انا عايز اتعامل مع الناجح، انا عايز اتعامل مع الطبله اللي نسب التناسب بتاعت الالومنيا بتاعتها مظبوطه، مش كمعايير يعني هي وهجيب ميكروسكوب لا لا لا، بس انا بعرفها من خلال وانا شغال فيها، وانا بتجيني خام ما فيهاش سوس، انما دي ممكن تجي لك متمعجنه كتير. مهم بقى برضو بين الفارغ ده والفارغ ده، احنا قلنا ده خفيف، دي يا جماعه مهمه، دي الطبليه دي مهمه، في دي في الفارغ ده حوالي بتاع سنتي ونص، انا مش هعرف اوريها لك ولا اعرف اقيسها، حوالي عايز ابو كوليس، بس عايز ابو كوليس مخصوص، حوالي بتاع سنتي ونص تمام، وخشنا موت. دي 2 سنتي 2 سنتي ونص، فرق سنتي، ده سمك، السمك ده اللي راكب فيه الجلد، الجلبه النحاس، اللي راكب فيه الجلبه النحاس، الجلبه النحاس دي عباره عن جلبه نحاس، هوريها لحضراتكم عشان في ناس كتير بتطلبها مني كنتش عنده منها. جلبه النحاس اهي يا جماعه، اهي الالاوز ده 12 سنتي 13 مللي او 14 مللي، يعني سنتي ونص. انا وانا بربطه في الجسم ده، دي معلومات والله العظيم والله العظيم الصانع استفاد بيها قبل العازف. الجلبه دي ليه نحاس وما اربطش المسمار في الالومنيا؟ لان الالومنيا طري، والمسمار ده هتغير جلده، وتاني مره هتبص تلاقي الخرم وسع فتضطر تفضل تفتح فيها، فده عيب. فهم لما اخترعوا الجلبه النحاس دي عشان هي اللي هتربط وتحل وتربط وتحل على المدى، ومش هيحصل فيها اي خلل، وتقدر تغيرها وتشيلها وتحطها تمام. الالومنيا بقى اللي مربوط فيها الجلبه، الالومنيا اللي مربوط فيها الجلبه دي وظيفتها ان انا اربط فيها، طبعا الالومنيا طريه، فانا اربط فيها ازاي
وتبقى الجلب اتخن من الالومنيا، ولما اجي اربط المسمار وينشف واحله هحلها كسرتها. ده عيب مهم جدا جدا وكبير لازم تكون عامل حسابه. انا مش بقول للي عايز يروح يشتري الطبلة يعمل كده، انا بفهمك مفاهيم وحاجات صغيره وبسيطه في 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 تكوين شيء انت بتحبه، فثقافه بس معلومات مش اكتر. فالجلبه دي 2 سنتي فيها 14 16 ميل للالوز وفيها السنه بتاعت المفتاح اهي، جلبه نحاس. ففي ده في القالب والفارغ اللي انا بتعامل معاه في هنا مساحه ان انا اربط وابص الاقي الجلبه لسه ما وصلتش. طب ما ده مهم كده، انا ما اقدرش الاقي في الطبله دي حاجه تتكسر، وفعلا ما بتتكسرش. اسالوا اي حد شاري مني الطبله بعد 5 سنين لو هيحل المسمار استحاله دي تكسر، ولو هتكسر هبعت له طقم هديه، مع انها عمرها ما هتكسر. يوم ما هيحصل دروب هيحصل لك دروب في المسمار عشان كان مزرجن وانتم عطيتوه زيت فقطم معاه كسر، وطبعا ده منك انت مش من الطبله ولا من المصنع. فدي لازم تكون راكبه صح هنا، عشان الالومنيا دي طريه جدا فلازم تكون مظبوطه صح. فدي عيب في الفارغ ده عكس ده. فالجلبه النحاس دي مهمتها النحاس مع الحديد ما بيسخنش، بعد فتره ده ما بيصديش، فالمسمار هو اللي ممكن يصدي، فهتديله زيت هيفك. فدي وظيفه الجلبه النحاس. في طوبه القديمه، والطوبه القديمه دي بتاعت نفس المصنع ده برضو ما كانش بيعمل الجلبه. بص حضرتك الجلبه بتاعته صغنططه، انما ده عامل الجلبه عامله ازاي اهي، مهم قوي تمام. فده برضو عيب. العيوب دي هو بيوفر بس المنتج شكل، انما كخارج احترافي وكفارغ احترافي لا مش موجود ده تمام. طبعا يا فادي انا رديت عليك ان المواصفات بتاعت اللي بره ده انا اللي بعمله، او المصنع اللي بيعمله ده سهل، ان انا بخرطه عايزه مشطوف ولا عايزه ضيق ولا عايزه ملفوف، ده بتاعنا انت بس بتوريني فعلا زي ما وريتني الطبلتين اللي معاك انا فهمت انت عايز ايه. فاللي انت عايزه موجود عندي اهو يا استاذ، وموجود التمن براغي تمام، وموجود لحد ممكن يقول لي طب ما دي لما رفعت هتتكسر، لا هي بتاعت صاحبها هو عارف ان عايز ايه، بس هو الصحن ده انا لو مش خايف دلوقتي من الصوت كنت رزعته لها في الارض عشان ما يتكسرش، والتاني ده اللي ممكن يتكسر يعني لو رميته صح هيتكسر عشان في نسبه حديد زياده. ده بيصب المونيا مثلا 80 85% 5 10% حديد، التاني ده ممكن يكون 60% او 55% المونيا والباقي حديد تمام. فده المصنع وده مصنع، هما دول اللي موجودين يا فادي مفيش غيرهم، وهي دي القوالب اللي موجوده. مش مفيش غيرهم، لا في غيرهم بس مش احترافيين. يعني انا في طوبه في مصانع في مصر في اسكندريه في القاهره دي كلها مخصصه للتصدير لطبله معينه او طبلتين، انما مصنع يديلك المقاسات كلها المقاسات الاحترافيه اللي مغرقه السوق المحلات التجاريه مفيش غير المصنع رقم واحد اللي انا بتعامل معاه. ولو عايز اسمه وعايز تعرفه ساعات بلاقي دف مكتوم عليه يا ماها، بتلاقي فعلا ساعات بلاقي دف مكتوم زي ما حضرتك بتقول، انا اول مره اقرا عليه فاول مره بتلاقي مكتوب عليه يا ماها. لا المسميات دي مالناش دعوه بيها، بس الكتمه دي برضو بيبقى ليها موضوع تاني، انا اتكلمت في البث بتاع امبارح اعرف ازاي الاله بتاعتي مكتومه وايه سبب الكتمه، وفي حد بيشتري الاله ومن اول ما اشتراها وهي مكتومه ومش عارف ايه سبب الكتمه. فالمهم لو حد عايز يعرف ايه سبب الكتمه في الته عايز يعرف حاجه انا تحت امركم. واسف تاني لاي حد دخل، مرحب بيكم ويلكم جايز. انا والله ما بقرا التعليقات، ده انا لقيت التعليق ده كبير فقلت هرد عليه او اقراه، انا التليفون بعيد عني عشان انا عايز اشرح الدرس بتاع في كام فارغ او كام قالب في مصر، في كام فارغ او كام قالب في مصر اللي هم الاحترافيين، وهم نفس المصانع بتعمل التجاري بس دي بتبقى ايه حاجه كده ملهاش علاقه بالاحترافي. هو ما ينفعش ما يعملش التجاري والطلبه والهاوي ولازم يعمل كله. بالنسبه للمصنع ده زي ما قلت لكم هو ده الفارغ، وادي الفارغ الثاني، وده تقيل بالمناسبه حتى في سنه تحت تمام. في بقى فوارغ واشكال والوان يا فادي محدش يعرف عنها حاجه، قديمه، ودي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. دي
دي اي حد هيشوفها في اي مكان هيقول لك دي طبل. لا مش طبل، دي دهون لو كانت موجوده زمان اسمها 26. بص الصحن بتاعها، وكانت دهله، ودهله ممتازه جدا 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 جدا. الدهله ال 26 دي هي نفس المصنع، نفس المصنع. ادي اكبر دليل ان المصنع ده رقم واحد. الدهله دي بالظبط بالظبط بقى لها 35 سنه، يعني المصنع ده ثابت وجوده من 35 سنه. تاني ده كان بيصب طبله في اليوم، وده كان المصنع بيصب بالكونتينر اللي هو فيه 100,000 طبله في اليوم. انا جايب الدهله دي عشان اعرفكم ان في ناس في مصر استعملت الدهله دي طبله، وهي 26 مقاسها 26، اتحكمت فيها، اتحكمت فيها بالمفتاح، بيظبط المفتاح ويروح رافعها عشان معهوش طبله، الطبله باظت، الطبال طبلته اتقطعت فمش معهوش غيار، قام واخد الدهوله رافعها وشددها وقام مطبل عليها وبيتقضي معاها الاوردر. طبعا هي مش بنفس كواليتي ولا جوده الطبله اللي اتقطعت منه، لا هي كل ما في الامر ان هو حصل عنده دروب فبيحله. فدي كانت بصراحه بصراحه كانت عايشه معانا عصر جميل جدا. الدوله ال 26 دي في ناس عصرتها وفي ناس ما تعرفش عنها حاجه، عن الجيل اللي داخل ده كله ما يعرفش حاجه عن الدوله دي، ما يعرفش غير الدوله ال 30 وال 32 حاجه كده داهيه داهيه عايزه كومودينو عشان تمشي بيها، وربنا يكون في عون اللي بيستعملها بصراحه. فال 26 دي بتاعه المصنع ده بقى لها 30 35 سنه، انا محتفظ بيها برده، بتاعه صديق عزيز عليا وبعتها لي عشان اروقها له واعملها له من اول وجديد. ودي كان اسمها دهولا، وكانت هي اللي موجوده، وال 22 وال 23، ال 24 دي حتى ما كانش ليها وجود. كانش ليها وجود. في بقى 24 ده كنت بشتغل فيه انا وكان عاجبني. 24 بتاع نفس المصنع ده. طبعا ما حدش سالني لحد دلوقتي، انا كنت بنتظر اي حد يقول لي اسئله بس ما علينا. المصنع ده احنا شفنا ال 24 بتاعه في البث اللي فات اللي قبله اللي هو بتاع المياس. المصنع ده ال 24 بتاعه مش وحش، انما حلو، انما غريب، يعني حلو بس غريب. هجيبه لحضراتكم. اهو 24. طبعا هو ده بتاعي انا اللي عامل الموضوع، يعني هتلاقيه شكله غريب، الشكل الغريب ده انا اللي عامله، هو الشكل الغريب في الديل، هي مش سايحه قوي كده، تمام. وادي صحنها برضه، ده اسمه كرسي، والكرسي ده زي ما قلت لكم بيتكسر، تمام. ادي ال 24، 24 دي نفس طول ال 23 بتاعته برضه، نفس طول ال 23، الفرق بس انا اللي عامله، يعني الزياده دي اللي هي بتاعت الارتفاع حوالي 9 سنتي ده انا اللي عامله، عشان انا عامل شكل تحت ولسه بلعب فيها وبعمل فيها حاجه مش محدش عاملها، يمكن لاول مره في العالم الطبله دي هتتعمل بالطريقه دي. بس خلينا في دي، نفس الارتفاع، الارتفاع ده ما مش يعني تمسك 23 وتمسك ال 24، لو رفعت ال 24 سنه ونزلت 23 سنه الاثنين بقى 24، الاثنين ب 24، فين الاختلاف؟ مفيش، تك والدم واحده، ده مفيش فرق بينهم. لا، المقاس بتاع الطبله 22 23 24 لازم يكون في فرق واضح جدا بين المقاس والمقاس والمقاس، لازم. فهو ده سبب ان هو كان بيلعب في الاورنيك كتير، مش عارف، مش مرتاح، هو تك شويه صغيره وشويه كبيره. فبالمناسبه الصحن ده هو الصحن بتاعه ده اهو، هو الصحن، تمام. انما المقاس الكلي من بره، من بره، بص حضرتك، بص حضرتك الزياده، بص الزياده من بره، تمام، مع ان الاثنين 23 ودي طويله وواسعه من تحت ودي قصيره وضيقه من فوق،
ضيقه من فوق واسعه من تحت، ودي واسعه من فوق واسعه من تحت. التغييرات دي تحيرنا، انا معايا الطبله بس انا عايز اجيب طبله تانية، ما ينفعش اروح له تاني الاقي عنده طبله تانية واللي انا كنت شغال بيها مش موجوده بس تكون متاحه، طب قريب منها. فدي عيب من وعيب من ضمن العيوب اللي موجوده في المصنع ده. ال 24 دي كان صوتها كويس، دلوقتي ما تاخدش منها الصوت اللي كان موجود بسبب ان هو خف الوزن. فده مصنع وده مصنع. المصنع الثالث شغال تجاري بس، محدش فيكم يا جماعه مسك طبلته ولا يعرفها. الطبله دي موجوده عندنا احنا بس اللي عارفينها. طبله كده كانت طويله قوي اسمها الهبله، والويست بتاعها ده كان فوق وهي كانت مشطوفه، حتى ما تلاقيهاش منها اي شكل غير الاليتروستاتيك بس اللي هي الاسود. ده مصنع، بس ده مش مصنع، ده مسبك صغير كده برضه في مصر. فالمتداول واللي موجود مع حضراتكم معظمكم هو يا الفارغ ده يا الفارغ ده. في الفارغ ده احيانا القديم كان بيبقى فيه شفه كده سن تحت، تمام، وتلاقيه تقيل. هو نفس الفارغ برضه، هو نفس الفارغ، انما مفيش اكتر من كده. يعني في ناس تبقى فاكره ان الطوبل دي مصانع كتير، لا لا لا، هو المصنع ده والمصنع ده، ده رقم واحد ورقم تسعه، مفيش غيره، واللي ما بينهم مش موجودين. واللي فلس واللي قفل، فمفيش اي اختراع تاني للطبله. طبعا انا بتكلم في مصر، انما بره مصر كتير، الله اكبر يعني، ودوله ودوله ودوله، وكل دوله بتعملها بطريقه معينه ومقايسات معينه. بس خلينا في اللي تخصنا احنا هنا ما عندناش غير المصنع ده والمصنع ده. ده بيعمل قالب واحد بيخرط بكذا شكل، انما ده كل ست شهور او كل سنه بيعمل فارغ. فتيجي تسالني على الفارغ اللي انا كنت عطيته لك من ست شهور، تيجي تقول انا عايزه تاني، اقول لك ما فيش. فدي غلط، انا ما بعرفش اعمل كده. لا، انت خدت مني طبله من المصنع ده من 10 سنين، النهارده اقدر اديها لك وادي لك احسن منها. ده اللي انا عايزه، ده اللي انا محتاجه. وانت نفس النظام، انت ما تروح تشتري طبله اللي معاك قديمه، عاملينها بطريقه صدف قديمه، عاملينها بدهان قديم، وزن قديم، شكل قديم. اما تروح تمسك الجديده بتاعت المصنع ده هتعجبك قوي، هتعجبك جدا، لانه عمال يطور من نفسه. تطور ازاي؟ يخلي المنتج بيبيع نفسه، وتطلب منه شيء موجود، عايز اعمل فيه موجود، طب اقدر اعمل فيه موجود، طب ينفع اعمل فيه موجود، كل ده موجود هنا. فانا عايز اتعامل مع براند